بالنسبة يا شيخ، إذا اغتسل الإنسان الجمعة أو تبردا أو ونوى الوضوء، يكون له وضوء أخرج أعضاؤه مرتبة؟ إيه، ما في يعني غسل أعضاء مرتبة، هو غسل واغتسل لكن غسل أعضاؤه مرتبة. لا، أخرجها مرتبة. مش معنى أخرجها مرتبة؟ يعني أخرج وجهه ثم أخرج، يعني هو غامس في الماء، هو تحت الدش مثلا، طيب يعتبر له وضوء هذا؟ إذا غسلها مرتبة صار وضوء. طيب فأما إن عمم ما على بدنه بدون ترتيب، فإن كان عن جنابة أو عن حيض في المرأة أجزأه عن ذلك، وإن كان تبردا أو للجمعة لم ينصح، لأن هذا عن غير حديث.